آمين اللهم آمين أنت السلام عليكم السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء آمين يا شافع العمرات اشفي مرضى ام زهير الدين شافعا كاملا امين يا شافع العمرات اشفي مرضى ام زهير الدين شافعا كاملا امين يا رحمن الرحيم يا اله العالمين امين اللهم ارحم صلاه دينه كما فرما امين شفا کام شفا کاملا عاجلا عطا فرما آمین یا رحمان رحیم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح بیمار سے شفا کاملا عاجلا عطا فرمایا آمین اسی طرح ظہیر الدین بھائی کی امی جان کی بیمار